شلون تعمل عمو؟ لا خبز. العالم بطرانة نركب الخبز هون. لك قديش طلعنا واستعفي بالأرض. بدل العالم بتعطي لحدا بتكبر. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عنا اكل ما كنا نجي لهون للخبز وناكله. من وين انتو؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنا الا الحجر ما عملت هدنا. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز. لكن نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربة المي، على شوربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صلكن على هالوضع؟ انا فترة على شئنا سنة. اهلكم موجودين؟ عندي ابي بس امي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة. وابي ضايع هويته ما في شي يثبت على شخصيته انه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معاه شي يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ اتمنى يرجع على اوضاع مثل ما كانت، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. معدتهم ما بتاكل، بتاكل من هون بتجوع من هون. ما تستحمل العيشة. امي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر اسا. بيصبر بالجوع وبهالشي بيصبر اسا. يعني انتو لما معانا حدا معانا الله. يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي، ما بلا كلنا طلع تركنا، شو مين ضل معنا؟ كنا عائلة الخطيب رحنا ما اكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم الا الله يهنيه.